قبل حشيتهم الشباب تفرجوا على الكوره وقليل من الاخبار ومرجعين الاخبار تفرجوا على الكوره. في اللي يتفرج على صباح العربيه في الصبح بدري يعني وقت معين الساعه 8، لكن تو مش مصايب بالبلاد والناس مش مقريه، تحب تتنمر وتحب تتفرج على الجزيره وتحب تتفرج على العربيه وبيتبعوا في اخبارهم اول باول خلاص. يعني يقعد عندهم ما فيش الا الجزيره والعربيه بس، كوره ما عادش فيه هنيان، كل حاجه ما عادش فيه يفكروا فيها الا شنو بيها في الخبر اليوم. الشاب تو يرقد ينوض في الصبح بيعرف بكره شو صاير. قبل كوره 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 كوره، حتى الشامبيونز ليج والدوري الايطالي تو قريب ما ينتهي والشباب خلاص ما عاد يقدروا يتفرجوا عليه بكره. ما عادش فيني جو الكوره وني نسينا هذا كله، قاعد نتفرج على الاحداث اللي صايره في البلاد. يعني الثوار مثلا قرب وتباعد، يعني ما عادش فيه مثلا كم قاعد تو وين وصل الثوار، فهمت؟ تغير الوضع، فهمت؟ هذا الواقع. يعني ما عادش فيه حتى قبليه مثلا الكوره وني نسينا برنامج هذا كله. يعني والله الضغوطات يصير في البلاد، انت عارف يعني الحرب صايره، يعني الواحد ما يقدرش حتى يتريح، فهمت؟ يشوف وين وصلوا وين وصلوا، يعني شنو صار بالضبط، في تعزيزات في تعزيزات، هذا الوضع اللي شاغل، فهمت؟ 90% من حديثنا كله يعني ماشي على برنامج الحرب هذا.